شو اللي نعمل بديل؟ تعيب بلا صوت الحقيني يا خليك البيتون بترجع عليك. إيه بس هيك بتنتزع البطانية. لك يا انتزع عادي، مو أحسن ما تنتزع سمعتنا. قولي شو شفتوا لي شي بيدون مزبوط كان برا؟ مو بدي أسرق أمي. ليش انسرق؟ مو بعرف شو عرفني. لكان وينه؟ مو زهرة قاعدة عليه. زهرة وقفي لشوف، وقفي وقفي. لك ليش بدك توقف؟ لأنه البيدون تحتها. ما في حلاوة إلا ببعلبك. ليش؟ في بقى بعلبك معبي الدنيا الحلاوة. إيه إحنا اللي اخترعنا البيدونات، إحنا بنخلي السما تمطر بيدونات. إذا كان هيك خليها توقف، وإذا ما كان البيدون تبعي أنا مستعد أعطيكم 100 ليرة. شو عرفي؟ كل البيدونات بتشبه بعضها، يعني شلون بدك تقفري بيدوني من بيدوننا؟ أيوة شنو مكتوب اسمي عليه؟ أمي وقفي بلاي، أمي خليها تعرف إنه أنت أشرف من الشرف. أمي وقفي عم تقول لك حماتك. أمي وقفي ما بتقدر، رجلها منملة. عم أقول لك أمي وقفي أحسن لك. عم اقول لك ما بتقدر، مقدرة رجلها. استنوا علي، هلا بجيب لكم ابو نجي. الله يسلمك. شفتي؟ شفتي شلون اسمي مكتوب عليه؟ استنوا علي، استنوا اذا ما بفضحكم بالحارة كفيك عليك. لا يا اماني، الله بيستر على اللي بيستر. هاني جيب البيدون والحقني. جيب البيدون مثل ما قالت امه. اشرف من الشرف مو هيك؟ لا يا ابو طمزي، بيسرق الكحل من العين صهرة؟ بهدلتي معه، عدم مؤاخذة صار دخيل قلبه. يا عيب الشوم عليكم يا حرامية المازوت يا